تحتفل مملكة البحرين مع دول العالم باليوم الدولي للشباب الذي يصادف 12 من أغسطس من كل عام، طبقا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار إتاحة مساحات مأمونة للشباب، وذلك التزاما بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 بهدف إتاحة مساحة نحو التحضر الشامل والمستدام. وتأتي هذه المناسبة سنويا لتقف البحرين على المكانة التي وصل إليها الشباب البحريني عالميا في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى. انطلاقا من إيمان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالدور المحوري الكبير الذي تتطلع به منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمع وأحداث التغيير في كثير من المجالات المرتبطة بدعم الشباب وتمكينه وتعزيز قدراته والاستجابة لتطلعاته وبإساماتها كبعد شعبي في الدفع بعجلة التطوير إلى الأمام وإدراك أهمية إشراكها في منظومة العمل الوطني المشترك، وخاصة تلك المعنية منها بتنمية وتثقيف الشباب بغية إعداد كوادر عربية مؤهلة وقادرة على القيادة. تبنت مملكة البحرين العديد من البرامج والمبادرات الرامية لتحقيق تلك التطلعات بتوجيهات ملكية سامية، يقينا بأن الشباب يستحق أن نصنع لهم حاضرا ونفتح لهم مستقبلا زاهرا يليق بهم. قناعتنا الراسخة بأهمية الدور الذي يجب أن يتولاه الشباب في صياغة مستقبلهم وإشراكهم في برامج التنمية والتطوير لاستيعاب تطلعاتهم وإعدادهم الإعداد السليم لأداء واجباتهم اتجاه أوطانهم بشكل مسؤول، وبما يمكنهم من وضع أسس وملامح ذلك المستقبل المشرق. إن فكرة جلالة الملك المفدى النير ونظرته المستقبلية الثاقبة وضعت الشباب في مقدمة الأولويات، كونهم قوى العالم التي لا تقهر وذخرها الثمين وأساسها المتين ومحركها الرئيس باتجاه التنمية والبناء، حيث حظى الشباب باهتمام خاص من جلالته، وتبلورت استراتيجيات متكاملة لاستثمار طاقاتهم اللامحدودة وتوجيهها نحو صياغة المستقبل والإعداد له، حيث يشكلون بما يمثلونه من حيوية وطاقة محورا للتنمية والنهضة وحصونا للبلاد وأسوارا بعلومهم ومعارفهم وحبهم لوطنهم. وأننا نتطلع من شبابنا أن يكون لهم دورا وإسهامات عالمية لتحقيق السلام والتعايش والتنمية المستدامة، وقد أطلقنا هذا العام جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولأن البحرين أولى بشبابها الذين لونوا التاريخ فخرا بالعمل والمثابرة ونوروا العلا بعلمهم وتضحياتهم، حرصت مملكة البحرين على تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه الشباب في تحقيق الأهداف بمختلف أبعادها، وقطعت شوطا كبيرا في تنفيذ المبادرات السامية لجلالة الملك المفدى للنهوض بالشراكات الدولية، والتي تأتي معززة للدور البحريني المتواصل إيمانا بقدرة الشباب على قيادة بلدانهم والعالم نحو مستقبل أفضل. ومهما كانت رحلة التطور والتغيير حافلة بالتحديات، فلا شيء يقف أمام عزم وإصرار الشباب الطموح، فكلما تقدموا خطوة واحدة للأمام ألقوا بأنظارهم أبعد في الأفق ووضعوا نصب أعينهم مزيدا من الإنجازات ليرفعوا راية وطنهم خفاقة وسط السحاب، فالغد لهم والمستقبل فيهم.